بسم الله الرحمن الرحيم. انت هنا يا اخوانا عند قصه الكلاسيفيكيشن، ايه هي تقسيمه البارازايتس؟ وخلاص فهمنا تقسيمه. احنا افكركم تاني معلش، احنا بنتكلم في كلاسيفيكيشن اوف تريماتود، في تريماتودز، ودي كانت تقسيمه على حسب الهابيتات، هتعيش فين في الجسم. طبعا الاسامي ممكن تكون مش مالوفه او بايخه شويه، طبيعي ده المعروف لان كلها اسامي لاتيني اصلا. فايه فالتكرار بقى معلش. يبقى شيستيزوما ده في البلاد اللي هي بالهرسي يا اخوانا، دي اللي احنا عارفينها باسم بالهرسي ماشي، بس اسمها شيستيزوما، ومنها ثلاث انواع هناخدهم ان شاء الله: فاشيولا هيباتيكا، كولينيرك سينيسز، فاشيولوبسس باسكاي، هيتروفيز هيتروفيز، وباراجونوماس وستيرماني. دي في الانتستين، دي في الريسبيراتوري، دي في الليفر، دي في البلد، كل واحده تحتها ايه تقسيمات. طيب ما يعني ام سي كيوهات ده الكلام ده اخر ام سي كيوهات. ما فيش فيها يعني داش كتير قوي في حته زي دي، ما نقفش عندها كتير، اخرنا بس نعرف ده فين وده فين عشان اجي ام سي كيو الفاشيولوبسز عايشه فين، الهيتروفز عايشه فين بس. طيب اللايف سايكل، بصوا بقى يا ساده الكرام، اما اجي اتكلم ركزوا معايا في حاجه، ان انا هتلاحظوا ان انا لما تيجوا تذاكروا ورايا هتلاقوني قدمت شرح اللايف سايكل بتاع التريماتولز عموما. على فكره يا جماعه التريماتولز دول باختلاف انواعهم اللي فاتوا دول كلهم، كل اللي فات دول انا هحط لهم قواعد عامه، نسب قواعد عامه، ما بتكلمش عن حد بعينه، ما خدتش مثلا الهرس وبتكلم عنها بعينها، ما خدتش الهيتروفيز وبتكلم عنها بعينها، انا بتكلم في جنرال كاركترز. فالجنرال لايف سايكل بتاعت التريماتود عموما العيله ديت ليه حاطينهم مع بعض؟ لان في قواعد عامه بينهم، منهم اللايف سايكل. فانا مقدم اللايف سايكل على عنوان المورفولوجي، انا مقدم اللايف سايكل على عنوان المورفولوجي عادي، هنشرح المورفولوجي دلوقتي، بس ايه المورفولوجي ده الشكل بس، خلونا على اللايف سايكل. لايف سايكل بتاعت التريماتودا بكل بساطه هتبدا القصه عند ديفينيتيف هوست الانسان. ديفينيتيف هوست هنا يهمنا هو من الانسان. الانسان بكل بساطه هيحصل عنده التزاوج، هيحصل هنا. طب فعليا هل التريماتودا بتنقسم للجنسين؟ يعني هل منها واحده في ميل في ميل وواحده ميل؟ لا، التريماتودا يا اخوانا فعليا هو كائن واحد كده اهو، عنده الميل والفيميل مع بعض، حتى الكروموزوم برمز ده الميل والفيميل في كائن واحد، وهنفهم ازاي دلوقتي لما نيجي للشكل. خدنا القاعده دي، يبقى هو كائن واحد فرد، يعني فرد يحمل الاعضاء الانثويه والذكوريه ماشي. طيب عموما الفكره انه معنى ايه بقى، معنى كلمه هيحصل تزاوج هنا، انه الامشاج تتقابل مع بعضها ويتكون البويضات. حلو قوي. يبقى الطور او المرحله اللي حصل فيها السكشوال السكشوال ايه مارج، يعني مارج ايه المهم السكشوال اكتيفيتي، يعني اسميه الديفينيتيف هوست في حاله ان هو الانسان مثلا، ولا يكون كانت عايشه في الانتستين عنده ماشي. المهم هينزل من الانسان ده ايه نتيجه التزاوج ده، ينزل بويضات. البويضات تنزل مثلا على حسب بقى، لو هي عايشه في اليورين هتنزل في اليورين، لو عايشه في الانتستين تنزل في الاستول. المهم ينزل من الانسان ده من الديفينيتيف هوست هينزل الايجز، هينزل ايه الايجز بويضات. البويضات ديت هتفقس هتكبر، جواها جنين، المفروض البويضه تحمل جنين، البيضه جواها كتكوت. الكتكوت في التريماتود اسمه ميراسيديان. لما الكتكوت يكبر والبيضه تفقس يطلع منها ميراسيديان. الميراسيديان ده اللي بيعمل انفكشن للقوقع سنيل. جوه السنيل الكتكوت بيكبر، هل الكتكوت تزوج؟ لا مش هتزوج. هل الكتكوت بقى كتكوتين؟ لا، الكتكوت فضل كتكوت. فاهمين قصدي؟ يبقى الميراسيديان جوه السنيل بيكبر، بس بيبقى شكله الاول عامل كده حته كوره كده، بعدين يبدا يتحور بقى يطلع له ديل كده، وبعدين الديل ده يكبر ويبقى قوي اكتر ومش عارف ايه. فده اسمه جروث، اسمه ماتيوريشن، بيكبر وليس ديفلوب، وليس انتهي مني المصطلح ليه، اللي هو انفصال يعني او تزاوج يعني ماشي. طيب فده كده الايه البيضه طلع منها الكتكوت اسمه ميراسيديم، هيعمل انفكشن لانترميديت هوست. انترميديت هوست يبقى اللي حصل جواه جروث من غير ما يكبر، من غير ما يحصل تزاوج او سيكشوال ديفلوبمنت يعني، تمام؟ اسمه انترميديت هوست. في مثالنا بيكون الانترميديت هوست الاول في حاله تريماتودا، طالما قلت اول يبقى في واحد تاني اسمه سنيل. سنيل يعني قوقع، ده اسم عام يا جماعه، هنيجي على اسمهم واحد واحد. وبعدين جوه القوقع ده بيخرج منه لما الكتكوت ده يوصل لمرحله ما ويطلع له ريش يقدر يطير ويمشي، اسمه سيركاريا. اسمه سيركاريا. السيركاريا دي تخش تعمل ايه؟ السركاريا مشكلتها ان السمكه هتاكلها، فتقوم السركاريا تعيش جوه السمكه. جوه فين في السمكه؟ جوه اللحمه بتاعت السمك. فده سميه انترميديت هوست الثاني، سكند انترميديت هوست، هيكون سمك.
جوه السكند انترميديت هوست ده السيركاريا هتكبر اكتر فتحول لحاجه اسمها ميتا سيركاريا. كل ده بصوا بقى ركزوا معايا، عشان كان اعتقد الدكتوره جايه كانت سالتني على يعني ايه اللارفا او كده، او مين اللي بيخش بالظبط جوه الانسان. ميراسيديا، السيركاريا، الميتا سيركاريا، كل ده لسه اسمه لارفا، اسمه الطفل الصغير، الواد الصغير، بس هو صغير عنده سنتين، عنده 10، عنده 15، لسه اسمه عيل صغير، لسه ما بقاش ادلت. وصلت الفكره؟ طيب الميتا سيركاريا هي اللي بتخش جوه الانسان. سؤال للاذكياء، الميتا سيركاريا اللي عايشه جوه لحمه السمك بتخش جوه الانسان ازاي؟ الطريقه الاول، هل السمكه عضت الانسان، ولا هل السمك، هل الانسان اكل السمكه اللي هو انجيشن يعني؟ اكيد طبعا ايتنج، مفيش سمكه تعض الانسان، سمكه قرش يبقى موتته، يعني ايتنج ماشي، فالبايت دي مش بتاعتنا. يبقى ده اسمه مود اوف انفكشن. هتلاقوا دايما في اللايف سايكل بيتكلم عن حاجه اسمها مود اوف انفكشن، مش محتاج مذاكره. المود اوف انفكشن مش محتاج مذاكره، هي موجود في لحمه سمكه بالعقل. دخلت جوه الانسان ازاي؟ اكيد دخلت لما الانسان اكل السمكه، انجيشن. وصلت؟ طيب يبقى ديت الجنرال لايف سايكل. ناخد بالنا من حاجه، اللايف سايكل بتاعت، اللايف سايكل انا كده رسمت اللايف سايكل شرحتها اجمالا، هبدا اضيف شويه تفاصيل اجمالا تاني. اللايف سايكل اي تريماتودا ولكن اللي هنتكلم عنها ان شاء الله المفروض ممكن دلوقتي او بكره ان شاء الله، الهتروفيز دي واحده من التريماتودا، دي اللايف سايكل بتاعتها في العموم، بعيدا عن اساميها ايه، شكل البيضه ايه، شكل السيركاريا ايه، بعيدا عن اي حاجه، بعيدا عن التفاصيل، هي هتبقى جوه الانسان ديفينيتيف هوست. ينزل من الانسان ده بيضه ايج، الايج دي تفقس يطلع منها ميراسيديا اللي هو الكتكوت. الكتكوت ده يبدا يكبر ولكن مش هيتزاوج، لسه ما بقاش بالغ، ميراسيديا. ففي النمو ده هيعدي على اثنين، يعدي على الفيرست انترميديت هوست ويعدي على السكند انترميديت هوست. وهو معدي كده بنغير اسمه بس، انه بيتغير شكله وبيغير حجمه، بيتغير يعني بينمو، طفل رضيع، بعدين طفل في ابتدائيه، طفل في اعداديه، طفل شنب اعدادي، يعني فقصه غريبه يعني فاهمين. المهم فالميراسيديم ينمو يبقى سيركاريا، تنمو تبقى ميتا سيركاريا، والميتا سيركاريا فعليا هي اللي بتخش جوه الانسان. يبقى مين اللي دخل جوه؟ يبقى مين الطور المعدي في التريماتودا عموما؟ ميتا سيركاريا. حلو، تعالوا نضيف شويه تفاصيل، تعالوا نضيف شويه تفاصيل، هرسم نفس رسمه اللايف سايكل تاني ولكن بالتفاصيل المره دي. اولا اللايف سايكل لما يجي لك سؤال في التريماتودا، all trematodes contain except، all trematodes have except، all trematodes اي حاجه except حط شيستوزوما وانت مطمن ان شاء الله، لان الشيستوزوما هي الاستثناءات، البلهارسيا كلها استثناءات. هنفهم معنى الكلام ده بس مبدئيا كده ايه، اتفقنا على كده من دلوقتي، وهنفهم لما نوصل للشيستوزوما هشرح تاني، هجيب لكم الرسمه دي تاني ساعتها هناك ونحط الاستثناءات. خلاص؟ وهحطها برضه دلوقتي مره هنا. تعالوا نقول اللايف سايكل تاني بتاع التريماتودا عموما بالتفاصيل المره دي شويه. زي ما احنا ديفينيتيف هوست هو الانسان جوه المعده مثلا، نزل في الاستول بتاعه الايجز اخر مثلا اسبوعين ثلاثه، منزل الايجز تمام. طالما الايجز ده يا جماعه الجنين، فطالما في جنين يبقى في تزاوج حصل هنا عند الانسان، في سيكشوال ديفلوبمنت، عشان كده سميته ديفينيتيف هوست، هو ديفينيتيف. طيب الايجز بكل بساطه يتحول الى ميراسيديا. طيب تعالوا احنا في السلايد اللي فات قلت ايه؟ قلت الميراسيديا بيكبر يتحول لسيركاريا جوه السنيل. هنا بس تفصيله، ايه المراحل اللي بيعدي عليها الميراسيديم عشان يبقى اسمه سيركاريا؟ كل ده حصل جوه الايه؟ جوه القوقع، جوه السنيل، جوه الفيرست انترميديت هوست، مجرد اسامي. حاجه اسمها سبوروسايت. سبوروسايت ده يعني ايه؟ يعني بيتحول بس لكيس كده وجواه حاجه اسمها سبورز، ماشي؟ ده وصف يا جماعه الشكل. سبورز دي يعني تخيلوها كانها البذره كده. كيس من البذور. ماشي؟ وبعدين يبدا يتحول لحاجه اسمها الريديا. الريديا ديت يعني يبدا يكبر بقى، يبدا السبور ديت تكبر ويبدا يطلع له دلش صغير كده. لما يكبر شويه سميه سيركاريا. والسيركاريا ديت فعليا هي اللي تقدر تستحمل ان هي تخرج في الميه. هو المفروض بقى كل ده هيحصل في الميه، القوقعه اللي عايش في الميه، فالسيركاريا دي تقدر تمشي لوحدها في الميه. يعني ايه اللي خرج، ايه اللي خرج فعليا من الانترميديت هوست؟ السيركاريا. ايه اللي حصل جوه الانترميديت هوست؟ ان الميراسيديم دخل جوه السنيل اتحول لسبوروسايت وبعدين اتحول لريديا. يبقى الشريط الاخضر ده اللي انتم شايفينه ده حصل جوه القوقع نفسه، جوه الفيرست انترميديت هوست. تمام؟ طيب خرج السيركاريا، يبقى هنا ده اول تفصيله حطيناها. يبقى اول تفصيله ايه؟ ان الميراسيديم، ايه المراحل تطور الميراسيديم؟ سبوروسايت، ريديا، وسيركاريا. الكلام ده يتقال مره واحده ومش هنقوله تاني دلوقتي بس وخلاص. السيركاريا دي اللي بتخش جوه السمكه، السمكه بتاكلها يعني، تخش جوه تعيش في لحمتها. ليه؟ لان هي تيجي في امعاء، لو دي امعاء السمكه دي السيركاريا، هي السيركاريا دي مجرمه، تقعد تتمشى كده وتعضعض هنا في الانتستين لحد ما تخش في ايه؟ ودي خلينا دي الماسلز بتاعت السمكه، دي اللحمه يا جماعه، اللحمه هي.
تبقى سيركاريا عايشه هنا بقى. السيركاريا عشان تفهموا المصطلح في اسم عندكم كده هتلاقوه ده، والخان دي العضلات بتاعت السمكه ماشي. السيركاريا هنا اهي، تقوم السيركاريا متحوطه بكيس فسميها ايه؟ انسيستد ميتا سيركاريا. انسيستد يعني السيركاريا اللي جوه سيست، سيست يعني كيس. ففهمنا معنى كلمه انسيستد ميتا سيركاريا؟ السيركاريا اللي جوه كيس، كيس ده ايه؟ هدفه حمايتها لا اكثر ولا اقل ماشي، او يعني دوره انه بيحميها، سيست كيس. طيب جوه لحمه السمكه انسيستد ميتا سيركاريا عايشه خلاص، في النهايه انسيستد. يجي الانسان ياكل السمكه، تقوم السيركاريا دي اللي هي الميتا سيركاريا بقى، اسف معلش المفروض اقول ميتا سيركاريا، في فرق كبير بين سيركاريا وميتا سيركاريا. الميتا سيركاريا تخرج من السيست بتاعتها اللي هي اللي كانت عايشه جوه السيست اللي هي حامياها في اللحمه، تقوم خارجه الميتا سيركاريا، وبكل بساطه تبدا بايه؟ تعمل هي بقى المرض اللي هنتكلم عنه مع كل واحده بقى، مع الهتروف زحك ازاي ليه بتعمل مرض، ايه اللي بيحصل يعني، ازاي بتعمل مرض وكلام زي كده. يبقى تبدا بقى ايه؟ تتحرر في امعاء الانسان وتعمل المشكله. طيب مش لازم امعاء، وممكن في اي مكان على حسب، هي بقى في الليفر، في على حسب المكان اللي احنا قلناه. طيب جوه الانسان هيحصل ايه؟ ان الميتا سيركاريا ده ما زال لسه طفل، ولكن طفل عارف اللي هو على خلاص بلغ كبر تمام. الطفل ده بكل بساطه لما كبر يحصل انه يحصل هقولها تاني هنا مجرد اسما فقط، هيحصل تزاوج جوه الانسان. يعني ايه؟ يعني الامشاج الانثويه مع الامشاج الذكوريه يتجمعوا مع بعض يتكون الجنين. الجنين اللي هو مين؟ اللي هو البويضه، وتنزل بقى تاني ونكمل الدايره. هنا تفصيله كمان، في ثلاث احتمالات للبويضه. البويضه يا اخوانا لها ثلاث احتمالات، او البيضه مش بويضه، الايج، البيضه دي ليها ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان هي، خد بالكم المفروض البيضه دي لما تفقس هيخرج منها ايه؟ ميراسيديا. المفروض لما البيضه تفقس يخرج منها ايه؟ ميراسيديا ماشي؟ عندي ثلاث احتمالات. يا اما البيضه اصلا نازله من الانسان من الاول، نازله من الاول. تخيلوا نرمز للميراسيديا بالشكل ده ماشي؟ انا نرمز بالرمز ده. يبقى هي البويضه نازله من الاول فيها الجنين كبير، فيها الميراسيديا نازله من الاول فيها الميراسيديا، اقول عليها ايه؟ امبريونيتد. امبريونيتد يعني جواها جنين كبير وجاهز انه يعمل انفكشن للطور اللي للمرحله الجايه، اللي هو جواها ميراسيديا. يعني يا جماعه معنى امبريونيتد يعني جواها ميراسيديا، مفهوم يعني ايه ميراسيديا؟ حلو قوي. الاحتمال الثاني ان البويضه نازله ما فيهاش ميراسيديم، فيها الميراسيديم قبل ما ينمو. فيها الميراسيديم قبل ما ايه؟ ما ينمو، زي دي مثلا انا رسمها هنا، جواها نقط كده وخلاص. حلو قوي. امال هيبدا يبقى هو لسه مش جواها الميراسيديم. امال امتى الميراسيديم ظهر؟ الميراسيديم هي لا اله الا الله. يبقى هي نزلت معلش عذرا انا بس سرحت. يبقى احنا قلنا ايه؟ اول احتمال نزلت فيها الميراسيديم جاهز. يا اما نزلت ما فيهاش الميراسيديم. يبقى في مرحله هتحصل اول في الميه ان البويضه تنمو. البويضه يحصل لها ماتوريشن اهوت. يعني ايه ماتوريشن؟ يحصل لها امبريونيشن. يعني ايه امبريونيشن؟ يعني تكون جوه الميراسيديا. دي مرحله هتحصل اول. يبقى قدام احتمالين دلوقتي، نزلت من الانسان جواها الميراسيديا جاهز اسمها امبريونيتد، نزلت من الانسان ما فيهاش الميراسيديا ولكن يعني نزلت اماتيور اسمها اماتيور، البويضه الغير ناضجه. معنى البويضه نضجت حصل لها امبريونيشن يعني جواها ميراسيديا. حلو قوي. في الاخر وصلنا للميراسيديا صح؟ اهو. يبقى احنا في الاخر سواء باي طريقه، اما وصلنا للميراسيديم على طول، اما وصلنا وصلنا خلونا ايه اهو، وصلنا اول حاجه وصلنا للميراسيديم على طول، واما وصلنا المرحله وبعدين وصلنا للميراسيديم. في الاخر وصلنا لايه؟ بويضه جواها الميراسيديم اهو. طيب قدامنا احتمالين هنا بقى، قدامنا احتمالين. اما ان البويضه ديت هتخش الاول تفقس في الميه، وهي لسه لسه يا جماعه ما رحناش القوقعه، ما رحناش السنين، لسه تفقس ويخرج منها الميراسيديم اهو، والميراسيديم يقدر يعتمد على نفسه ويخش جوه السنين لوحده. يبقى حصل هاتشنج الاول وبعدين دخلت جوه السنين قوقع، او ان البويضه هتفقس جوه السنين. يعني السنين بلع ايه؟ السنين ده دخل جوه ايه؟ البويضه نفسها، البويضه نفسها اللي دخلت وبعدين فقست جوه. يبقى تاني نجمع الكلام هنا، نجمع الكلام، هنعمل زوم على القصه دي. عندي ثلاث احتمالات للبيضه اللي نازله، الايج اللي نازله من الانسان، يا اما نازله امبريونيتد، يا اما نازله امبريونيتد، يا اما نازله اماتيور. تعال نخلص من اماتيور. اماتيور يعني ايه؟ يعني البيضه ما فيهاش نازله لسه بويضه، لسه الجنين ما تكونش، لسه ما فيهاش كتكوت، لسه الكتكوت ما تكونش، اسمها اماتيور. يبقى ايه المراحل تكون البيضه دي؟ البيضه ديت الاول يحصل لها ماتوريشن، يتكون الكتكوت، وبعدين الكتكوت ده يروح يعمل ايه؟ براحته بقى
يبقى يحصل ماتوريشن وبعدين نروح للسنيل. طيب يا اما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني انه هتنزل امبريونيتد، اهو امبريونيتد، امبريونيتد حلو. يعني ايه؟ يعني البيضه نازله من انسانات فيها الكتكوت. قدامنا احتمال من اثنين، يا اما الاول البيضه تفقس في الميه، في الميه هاتش، هاتشنج يعني ايه؟ يعني الكتكوت ده يخرج بره اهو، هو ده اللي يروح القوقع بقى، ده القوقع سنيل. يبقى في الامبريونيتد ايج الاحتمال الاول الامبريونيتد ايج انه يحصل هاتشنج وبعدين يروح للسنيل، او انه لا البيضه خرجت اهي فيها امبريونيتد يعني فيها سيركاريا، فيها اسف ميراسيديم، البويضه كده على بعضها هي اللي دخلت الاول جوه السنيل وفقست جوه السنيل، حصل هاتشنج جوه السنيل، يبقى امبريونيتد دخلت اول السنيل وبعدين حصل هاتشنج. ادي كده احتمالات الايه؟ الايج. خلاص يا ساده يا كرام. طيب خلينا نرجع تاني للصوره الاصليه بتاعتنا كده اهو. حلوه قوي. ايه بقى الاستثناءات دي كده؟ اللايف سايكل عموما، اللايف سايكل عموما يا ساده يا كرام، ديفينيتيف هوست ينزل منه ايج، يطلع منها ميراسيديم، يروح انترميديت هوست فيرست، سكند انترميديت هوست تكون سمكه غالبا، حاول جوه الميتا سيركاريا، الانسان يبلع ميتا سيركاريا والدايره تلف. طيب اول نقطه، لو غاب الانسان هيتكون، هيتوجد حاجه اسمها ريزرفوار هوست، قطه بقى، معزه، كلب، خروف، اي حاجه هتكمل السايكل مكان الانسان. ودي معلومه مش جديده، ده اسمه ريزرفوار هوست. هيختلف الريزرفوار هوست على حسب نوع التريماتود، نوع التاني هقول عندي على الريزرفوار هوست بتاعه. طيب المعلومه الثانيه او التفصيله الثانيه اللي عايزين ناخد بالنا منها هنا، اللي فاتح المايك ياخد باله من فاتح المايك او يقفله اسمه. المعلومه الثانيه بتقول كلها الاستثناء بتاعش السيزوما. ايه الاستثناء بتاعش السيزوما؟ اول حاجه ركزوا معايا، البيضة بتاعة الشيستيزوما ما فيهاش اوبركيولم. يا دي النيلة، ايه اوبركيولم ده كمان؟ بصوا يا سادة يا كرام، البيضة بتاعة التريماتودا عموما لها غطاء، الغطاء اللي بقول عليه اوبركيولم، ساعة ما تيجي تقفز بتقفز كده اهو، الغطاء ده بيفتح كده، ده اسمه اوبركيولم الغطاء ده. فكل التريماتودا اوبركيوليتد يعني لها غطاء ما عدا الشيستيزوما، ده اول استثناء. تاني استثناء في الشيستيزوما، يبقى اول حاجه عند الشيستيزوما في عند البويضه. تاني استثناء بيخرج من البويضه ميراسيديم في الشيستيزوما، سبوروسايت ما فيش ريديا، بتحول على طول لسيركاريا. يبقى تاني استثناء عند الشيستيزوما عند البلهارسيا بتحول على طول لسيركاريا، الكلام ده اتقال تاني فممكن تعدوه دلوقتي. يعني ممكن انتم تذاكروه في الحته دي تعدوه، انا بس بقوله عشان هو موجود عندكم. طيب الاستثناء الثالث عند يبقى قلنا ايه الاستثناء الاول في البويضه نفسها، الاستثناء الثاني مفيش ريديا في الميراسيديم بيتحول لسبوروسايت ومنه على طول لسيركاريا، تمام. الاستثناء الثالث فيما يخص الشيستيزوما ما فيهاش سكند انترميديت هوست، سؤال الاذكياء فقط. يبقى الطور المعدي، الطور المعدي الانفكتيف ستيج في الشيستيزوما، قبل ما ناخد الشيستيزوما اصلا نفهم يعني ايه شيستيزوما، هو السيركاريا ولا الميتا سيركاريا؟ حد يجاوب. سيركاريا. حد عنده اعتراض؟ حد معترض؟ ما حدش معترض الحمد لله. يا بكل بساطه انا قلت ايه؟ قلت انه السكند انترميديت هوست ده مش موجود اصلا في حياه البلهارسيا، ما هي خلاص هو كائن واحد هتعدي بس على القوقع وخلاص، ويخرج من ايه اللي بيخرج من قوقع سيركاريا، يبقى احنا مفيش المرحله دي خلاص، نخش على طول على الديفينيتيف هوست. ده الاستثناء الثاني، الاستثناء الثالث بقى في حاله السيزون. يبقى حاله السيزون كلها استثناءات، اول حاجه مفيش اوبركولم على الايج، ثاني استثناء مفيش ريديا، ثالث استثناء مفيش ميتا سيركاريا او مفيش انترميديت هوست، قول كده قول كده. رابع استثناء انه المفروض انا قلت ايه؟ يعني كان المود اوف انفكشن كان ازاي الانسان بياخد العدوى من السمكه؟ بياكلها. السيركاريا بتاعت الشيستيزوما بقى قادره شويه، يا اما ان الانسان يشربها مع الميه او ياكلها مع الاكل يعني، او الفكره ان يحصل لها انجيشن. الطريق الثاني ده استثناء برضه، في طريق ثاني ان السيركاريا نفسها لو رسمتها بالشكل ده بتروح تعمل بنتريشن للسكين، هي اللي تخرم الجلد بتاع الانسان لو هو في الترع، ادي ظهرك الترع، المهم لو هو في الميه هي اللي تعمل بنتريشن للسكين وتخش جوه الجسم. يبقى الطريق ده استثنائي مش طبيعي او مش
مش الاصل ان الشيستوزوماتودا بتخش الايه الجسم بالطريقه دي. خلاص يا اخوانا دي كانت الجنرال كاركترز اوف لايف سايكل اوف تريماتودا بتفاصيلها. احنا قلنا الاول بشكل عام، ويا ريت وانتم مذكرات تذكروها كده، ذاكروا الشكل العام الاول زي ما انا قلته في السلايد اللي فاتت، وبعدين نبدا نضيف تفاصيل. تمام. طيب النقطه الاخيره ان شاء الله في حصه النهارده، خلاص انا مش هزود النهارده عليكم النهارده عن كده، يعني انا كفايه اول القصه دي تذاكروها بس. كلام يبدو صعب بس صدقوني ساعه ما تذاكروه خلص والموضوع انتهى، كلام بسيط جدا. هنمشي بس نخلص بكره التريماتودا في نص ساعه، مش هتاخد نص ساعه ان شاء الله. تعالوا نتكلم عن الجنرال كاركترز بتاعه المورفولوجي، الشكل العام للتريماتودا. الشكل العام للتريماتودا، على فكره الساعه عدت 9، فالناس اللي عندهم محاضره عايزين تفضلوا ممكن وتسمعوا الجزء ده في التسجيل ان شاء الله. طيب انا باقي لي ممكن 10 دقايق ولا حاجه ان شاء الله. بالنسبه للمورفولوجي الشكل العام، ناخد بالنا من حاجه. انا وانا بشرح دلوقتي اللايف سايكل بشكل عام لكل التريماتودا عديت على 3 مراحل عموما. عديت على الطور البالغ ده اللي كان جوه الانسان وحصل بينه تزاوج او حصل فيه تزاوج، ده اللي كان جوه الانسان. عديت على البويضه او البيضه يعني اللي هي الايج اللي هو الجنين اللي نزل من الانسان، وعديت على اللارفا اللي هو الطفل اللي هو بينمو عشان يوصل في الاخر لادلت. طبعا اللارفا اللي كان بقى اللي ايه من اول سميراسيديوم وانت ماشي كده، الميراسيديوم والسبوروسايت، كل ده اسمه لارفا ماشي، عشان في الاخر بتحاول تخش جوه الانسان اللي هو مين اللي كان بيخش جوه الانسان، الميتاسيركاريا تخش جوه الانسان فتعمل له انفكشن وتكمل دوره الحياه دي. خلاص يا اخوانا. طيب نخلص من اللارفا، هو ما وصفش عندنا شكل اللارفا ما عدا اللارفا بتاعت الشيستوزوما، فسيبه وصف شكل اللارفا بتاعت الشيستوزوما لما نوصل للشيستوزوما بس كده، ده خلصنا من دي. بالنسبه للايج اما اجي اتكلم كل واحده برزيت اتكلم عنه، هوصف بس فيه 5 حاجات في الشكل البيضه دي. يعني البيضه دي يا اخوانا ما تنسوش دي اللي بنشخص على اساسها، دي اللي نازله من الانسان، دي الدياجنوستيك ستيج ماشي، دي اللي نازله في اليورين او في الاستول. فهوصف فيها السايز شويه، 3S و2C، سايز شيب السيرفيس شكلها السطح بتاعها عامل ازاي من بره، او الشيلد اللي هو الدرع بتاعها يعني او غطاها عامل ازاي، الكونتنت جواها ايه، الكالر وجواها ديت يعني هي ماتيور ولا ايه ماتيور، يعني جواها ميراسيديوم ولا لسه ما تحولش الميراسيديوم. الكالر ديت هناخدها عشان نشوفها نفهم معناها، وكل واحده من دول هنفهم معناها ان شاء الله لما نيجي مع كل بارازيت لوحده. اجي عند الهيتروفيس اقوم راصي 5 عناوين دول وخلاص. وبرده ساعتها على فكره ساعتها مش يا جماعه مش هنحفظ مورفولوجي، هنرسم مورفولوجي رسمه تخلص الموضوع، هي بس مطلوب مننا حفظ الرقم وخلاص ماشي، حفظ الرقم ده حجمها عشان لو يعني وقعدنا في ام سي كيو فيها ولا حاجه. خلصنا كده اللارفا مش عايزين منها حاجه هنا، خلصنا الانج مش عايزين منها حاجه هنا. تعال نتكلم عن الادلت، عندكم شرحها المورفولوجي بتاعها بالتفصيل وعلى صفحتين تقريبا. تعال نخلص منها في رسمه لطيفه ظريفه وترسموها لو سمحتم عندكم، هكبر بس هنا بحيث احنا الدنيا واضحه قدامنا كده. ركزوا معايا بقى في الادلت. بصوا يا ساده الكرام، هيبقى مطلوب منكم بجانب الرسمه دي 3 كلمات بالظبط هتعلموا في عليهم في الشرح الكتير اللي موجود تحت عنوان مورفولوجي وفي الادلت، او مورفولوجي بعدين ادلت. اتفقنا؟ هقولهم انا ماشيين الثلاث كلمات دول. اول حاجه اما اجي اوصف ال احنا في التريماتودا عموما ايا كان هي اسمها ايه، ناخد بالنا الاول ان هو فرد واحد فقط، مفيش ذكر وانثى، مفيش ذكر وانثى. المعنى ده معنى انه فرد واحد يحمل الاعضاء التناسليه الانثويه والاعضاء التناسليه الذكوريه اسمه هيرمافروديت. اول كلمه تحفظوها زي اسمكم. وعلى فكره في هنا استثناء، وطالما قلت استثناء حد يجاوبني، كل التريماتودا هيرمافروديت يعني كلهم كائن واحد او فرد واحد بيحمل اعضاء الذكوريه والانثويه ما عدا مين اللي سيبرت سكس، يعني مين اللي عنده الذكر لوحده والانثى لوحدها؟ الشيستوزوم. حد جاوبني؟ برافو، الشيستوزوم. يبقى معنى كلمه هيرمافروديت معنى ان هو فرد واحد، اللي هو احنا ممكن نقول عليه بالعربي مخنث. مخنث يعني اعضاء التناسليه الذكوريه والانثويه الاثنين مع بعض في كائن واحد ماشي. طيب فبكل بساطه ده اول كلمه ناخد بالنا منها، انه اول ملحوظه ده فرد واحد، المفروض لما اجي اوصف الادلت بوصف شخص بالغ، فاوصف الذكر واوصف الانثى، فين الانثى فين الذكر؟ لا ده الاثنين في هنا في كائن واحد. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه نمشي عليهم سيستم كده. اول حاجه المفروض في حاجه اسمها سكرز، المصات ماشي، اللي بيتمسك بيها وبياكل بيها وكلام زي كده. فعندي السكرز، السكرز عندي اقسمهم الاثنين سكر، اول واحد فوق اهو من ناحيه فوق فسميه انتيرور سكر او سميه اورال سكر، لانه ده عند بقها يا جماعه، ده يمثل الماوث اوف الايه في البارازايت ده. يبقى اول حاجه اسمها اورال سكر او انتيرور سكر. السكر الثاني المصه الثانيه اسمه فينترال سكر، لانه موجود في الجزء الامامي في وجهه في وش الايه
البارازايت في وش التريماتودا، فسميه فينترال سكر. كلها اوصاف لو خدتوا بالكم، مفيش يعني اسامي مكلكع، كلها اوصاف. اورال سكر يبقى عند الاورا او عند الماوث، فينترال سكر اللي عند اللي في مقدمه الايه البارازايت. بس كده ادي اول حاجه وصفناها. تاني حاجه نوصفها الجهاز الهضمي. ده يا جماعه كائن حي كامل، الجميع السيستم بتاعته وصفوا بقى سيستم الجهاز الهضمي بتاعه. الجهاز الهضمي اهو دايجستيف سيستم، نوصفه من فوق لتحت كده. هو التيوب ده كلمه مهمه نعرفها عن الدايجستيف سيستم، كلمه انكومبليت نعلم عليها لو سمحتم وخلاص، الباقي كله في الرسمه. يبقى دي تاني كلمه، اول كلمه كانت هيرمافرودايت، تاني كلمه كانت انكومبليت دايجستيف سيستم. دايجستيف سيستم مش كامل، هنفهم يعني ايه دلوقتي. بيتكون من الاتي الدايجستيف سيستم ده، الماوث بقها، بعدين الفارينكس والاسوفيجس اللي هو المريء البلعوم والمريء، وبعدين الاسوفيجس ده اللي هو التيوبه دي اللي بتبلع منها، بتتقسم نصين، بيتقسم نصين اهو، اتقسمت نصين، وفي نهايتها نهايه مصمطه مفيش فتحه. انا كنت اتوقع في الجهاز الهضمي يقابلني في الاخر انس اللي هو فتحه الشرج، مفيش هنا فتحه شرج. فالقفل المقفوله ديت اقول عليها سيكم، اقول عليها انكومبليت. فهمني يعني ايه انكومبليت؟ يعني ايه فهمني يعني الدايجستيف سيستم انكومبليت؟ يعني مقفول من تحت. وهيجي هنا السؤال المنطقي، امال الاخراج بيتم ازاي؟ هي كيس زباله هتعبي فيه؟ لا، في اخراج ولكن هنجيله. تمام. طيب ده وصف الجهاز الهضمي، ثلاث كلمات قلتهم انا دلوقتي في الجهاز الهضمي: ماوث، فارنكس واسوفيجاس، و يحصل سيبريشن. عند السيبريشن بيحصل عند الفنترال سكر بالظبط، ماشي. وفي الاخر بينتهي بانكومبليت سيكم، انكومبليت سيكم. طيب الاعضاء التناسليه، مبدئيا الكلمه المهمه في الاعضاء التناسليه كلمه هيرمافرودايت. هيرمافرودايت لازم نعرف الكلمه دي، ماشي. ام اس كيو مهمه جدا، ما عدا خلاص مش محتاج اتكلم، ما عدا على طول. طيب الاعضاء، خلينا نبدا بالفيميل سيدات اولا، ليدز فيرست. الاعضاء التناسليه الانثويه بتتكون من الاتي: اوفري، ده الاوفري اللي انا رسمه كده شبه مش عارف شبه الورده كده، اوفري. الاوفري طالع منه، خلينا نكبر، انا هرسمه هنا بشكل كبير وبعدين هو عندكم هنا الشكل الصغير. طالع منه يعني ايه، خلينا نرسمه هنا كده، ده الاوفري. الاوفري طالع منه تيوبه، اسميها ايه؟ التيوب اللي طالعه من الاوفري، اوفي تيوب او اوفي دكت. بعدين بيقف في حته واسعة هنا كده، اسميها او او تايب. او او تايب يبقى او في دكت او او تايب، دي الحتة الواسعة اللي دي اللي بيحصل عندها يا جماعة تزاوج او فيرتلايزيشن، تخصيب. الاو او تايب بكل بساطة بتنتهي في الاخر بالرحم، يوترس، ده اليوترس. يبقى اوفري، اوفي دكت، او او تايب، و يوترس، ده الجهاز التناسلي بتاع الانثى. يقول لكم بس انه اليوترس ده بيبقى فاتح بفتحه قريبه من من الفنترال سكر، ده اللي بيخرج منها في اخر البويضات يعني. تمام، بس كده ادى كده كل قصه الايه الفيميل جينيتال سيستم. الميل الذكر بقى، ايه الاعضاء التناسليه بتاعت الذكر؟ اهم لمعلوماتكم رسمتي في الميل والفيميل مش صح 100%، واقول لكم زي دلوقتي، بس انا رسمها كده للتوضيح يعني، رسم مكانهم كده مش صح، المفروض يكونوا فوق بعض على طول، لازقين في بعض، انا رسمهم بعيد عن بعض بس للتوضيح الاكتر. الميل الذكر بيتكون من اثنين تيستس او التستيس بقى، او تستيس، واحده يمين وواحده شمال، بيتجمعوا مع بعض حاجه اسمها فاز افرنس. فاز يعني وعاء، اللي اتجمعوا مع بعض كده مع بعض في انبوبه واحده اسمها فاز ديفرنس. الفاز ديفرنس ده في الاخر بيفتح بتيوب بفتحه بسميها جينيتال بور، فتحه الجينيتاليا، جينيتال بور، ده في جينيتال سيستم جهاز تناسلي فتحه فيه فسميه جينيتال بور. خلاص الفتحه دي المفروض تكون فين؟ بتكون عند الفنترال سكر هنا. فهو لو انا صح يعني المفروض لو انا ارسم الرسمه 100% كنت ارسم ده فوق هنا، ارسمه هنا كده صح، كنا رسمناها كانت زي في بعضها. انا كده الريبرودكتيف سيستم، يهمنا في الريبرودكتيف سيستم لو خدتوا بالكم في كل ده، انتوا بس خدنا الوصف اهوت، يهمنا فيه هيرمافرودايت، هيرمافرودايت ما عدا، هيرمافرودايت ما عدا. طيب الجهاز العصبي بتاع الكائن ده فين؟ الجهاز العصبي بكل بساطه يمثله الاتي كلمتين نعرفهم: جانجليا، جانجليا يعني تجمع من الاعصاب او تجمع من خلايا عصبيه. جانجليا اهي، ادي جانجليا ولا جانجليا، موجوده على جانبي الاورال سكر. محتاجك تبقى ذاكر يا جماعه الكلام ده، ولا رسمه خلصت الموضوع؟ رسمه تخلص الموضوع، هنمشي كده ان شاء الله في كل اي مورفولوجي كده، مفيش حاجه اسمها ذاكر مورفولوجي، ارسم مورفولوجي الموضوع خلص.
طيب وانا هرسم لكم الرسمه دي من الصفر دلوقتي عشان تعرفوا تمشوها زي بالترتيب. المهم جانج اليمين جانج الشمال وطالع منهم اعصاب ممتده على طول، طبعا المفروض تكمل كده اعصاب بس مش مكمله للتسهيل، بس المفروض تكمل كده اعصاب على جانبي وعلى طول الايه البارازايت. يبقى النيرفس سيستم حاجتين بدائي جدا، جانجليا وطالع منها نيرفات اعصاب او فايبرز يعني. طيب السؤال المنطقي هنا، هي كيس زباله؟ لا مش كيس زباله، لان هي المفروض اكلت هتخرج، الاخراج بتاعها بيتم تحت يعني حاجه اسمها اكسكريتوري سيستم. كلمتين الاكسكريتوري سيستم بينتهي او بيبدا او عباره عن كلمتين، حاجه اسمها فليم سيلز اهي الخلايا دي، تجمع من الخلايا سميها فليم سيلز، تجمع فليم سيلز ماشي، خلينا نكتبها فليم. المهم الخلايا دي بتتجمع مع بعضها، دي الخلايا اللي ممكن تخلي كانها بتجمع الايه المواد اللي هي الويست برودكت يعني الستول بتاعه او مخلفاتها بتجمعها، وبعدين تقوم تصبها في تيوب. هنا التيوب ديت لو خدنا بالنا فتحه فين؟ تحت اهي، اللي هي بقى فتحه تحت دي اللي هي اوبننج، الاوبننج ديت بتخرج منها الويست برودكت. يبقى الاكسكيوتيف سيستم كلمتين، سيلز اسمها فليم سيلز، و تيوب اللي موجوده فين؟ اللي بتفتح في الدورز اللي ممكن نسميها الانفيرو سيرفيس او البوستيرو سيرفيس بتاع الايه؟ بتاع البارازايت. خلاص يا اخوانا ادا المورفولوجي عندكم ده على صفحتين، ارسم الرسمه دي ازاي؟ تعالوا بقى نصغر كده، احفظوا الرسمه اكتر مره بقى تدربوا عليها عشان خاطر الموضوع ينتهي. الرسمه اهي هرسمها معاكم، بارازايت عنده اثنين سكر، اورال سكر فينترال سكر، الدايجستيف سيستم انبوبه واتقسمت اهو، انا برسم شخبطه عشان خاطر ايه انبوبه واترسمت واتقسمت تمام. دايجستيف سيستم بعد كده ريبرودكتيف اوفري طالع منه دكت حته واسعه، وبعدين يوترس، ده الفيميل، الميل تستس يمين تستس شمال طالع منهم اثنين دكت اتجمعوا مع بعض فتحوا فتحه. الحاجه اللي بعد كده بعد الدايجستيف سيستم بعد الريبرودكتيف سيستم الايه؟ النيرفس سيستم اهو، الاعصاب اهي، جانجليا يمين جانجليا شمال طالع منها خطوط كده، عرفنا ايه الخطوط دي. الاكسكريتوري سيستم فليم سيلز ممكن نرسمها كده مجازا، ومتجمعين في باوتش هنا، او باوتش دي يعني الشكل ده يا جماعه باوتش كيس يعني ماشي. الباوتش ده ليه فتحه بيخرج الايه؟ الويست برودكت. ادا المورفولوجي، ما نقعدش نحفظ مورفولوجي، ما نقعدش نحفظ كلام، رسمه خلاص الموضوع يا اخوانا نتدرب عليه لو سمحتوا. طيب انا كده عملت ايه النهارده؟ بفضل الله خلصنا الى نهايه، حد عندكم صفحه اعتقد المفروض نقف عند عنوان هيتروفيز هيتروفيز، اعتقد نص صفحه 16 لو انا فاكر صح، نص صفحه 16 15 حاجه زي كده. المفروض كلامنا نبدا نتكلم المره الجايه ان شاء الله بكره يا بكره، ولو انتوا فيكم يعني لسه نفس ممكن نشرحها النهارده، انا مش عايز نغير ربع ساعه ونبقى خلصناها عشان خاطر بكره ناخد موضوعين مع بعض. ماشي، ولكن عموما ماشي، خلينا نشوف كده في الاخر تقدروا تعملوا ايه. خلصنا ايه النهارده؟ خلصت مقدمه عن الباراسيتولوجي لحد هنا كده، وبعدين بدانا نتكلم عن الهيمنسولوجي، وخدنا قواعد عامه للهيمنسولوجي تقسيمتهم اللايف سايكل عموما، بداناها الاول ببساطه وبعدين فصلنا فيها حطينا تفاصيل، بعد ما خلصنا التفاصيل اتكلمنا عن الشكل العام المورفولوجي بتاع كل البارازايت. خلاص يا اخوانا، طيب انا كده خلصت النهارده وعرفنا نقف فين ان شاء الله.